مرحبا مشاهدين قناة سامرا، أني محبوبة إيرانية بالصالون بليزا. أريد أحكي وياكم اليوم على مود أكريليك، بداية أكريليك شلون. أنتوا هسه تعرفين أكريليك شنو وشنو مشاكل ممكن يصير على أظافركم إذا أكريليك مو صحيح، وهاي كلام جديد. بداية أكريليك لازم إشلون؟ اليوم أقولكم سر مال شغلي، يعني هاي سكرت، أكبر سكرت مال شغلي بأكريليك. كلكم تعرفين أكريليك يام محبوب ومريم أبد ميوكا، هاي مو كلامي، كلامكم. ببغداد بعراق كلكم يعرفون إشلون شغلي وشغل مريم. أقولكم هذا السر إشلون؟ أني من بداية من أريد أخلي مواد على أكريليك على أظافركم أسوي كم شغلة. بداية أسوي مبرد وأسوي مانيكور روسي. هاي مانيكور روسي يعني أني أشيله بالجهاز قشر كلش كلش خفيف من أظافركم، مو هواية. إذا أشيل هواية وإذا أني ما أعرف إيش قد أشيله من أظافركم، أكيد بعدين يصير مشكلة بأظافر ويوجع ويزي أظافر طبيعي مالتكم. أني أشيله من هذا ويا هذا مبرد كلش خفيف بس بالطريقة صحيح. أشيله هاي لحماية كيوتيكل وأشيل شوي أظافر وأخلي كم مواد من بداية أنتي باكتيريال كلش مهم، وورا برايمر. اي برايمر انت اقسام، يعني موديلات برايمر، وهذا مادة اني استخدم برايمر اسيدي. وبرايمر شنو؟ برايمر ما يخلي اظافركم يوجع، وهذا السر. يعني اثنين، اول شيء مانيكور، شلون اسوي مانيكور طريقة صحيح وهلو حتى من أكمل أظافركم. شوفين أطراف أظافر كل هلو، وإذا أخلي قلات طريقة قلات أكيد مواد ميتشلب زين على أظافر ويوغا. بعد من ينزل أظافركم يتشلب بالشعر يعزي وبسرعة يوغا. برايمر أسيدي مالتي طبعاً أنا جايبة من إيران وأهل ماركة أمريكي، وهذا شغلة كلش كلش مهم على أظافر. هسه أنا قلت يعني اثنين شي، اثنين سيكريت مالتي. أنا كلش أحبكم زبوناتي، أشوفكم ثاني حلقة اللخ إن شاء الله ويا سوالف جديد، وإن شاء الله أشوفكم بالصالون دائماً وأحبكم هواية. شكراً، باي باي.